لقبة جوليو سيزار، من سينتصر؟ تسجل أم لا؟ جوليو سيزار أم قاسم برهان؟ جوليو على التنفيذ، جوليو جول، جول أول لمصلحة الخور يأتي من جوليو سيزار، هدف مع الدقيقة رقم 61 من خلال ركلة جزاء لمصلحة فريق الخور. تقدم سيزار، سجل سيزار والهدف الأول لمصلحة الخور، 1-0 هنا في ملعب اللقاء. الهدف رقم 11 في هذه الجولة، الهدف رقم 111 في دوري الجولة. مرت الكرة اللي عدت، رضا الشامبي، أليكس يمرر الأمامية حلوة، تارديلي، الله، جول تارديلي، تمريرة بشكل رائع مدخلة تماما، تارديلي يأتي بالتعديل بعد كرة رائعة كانت وتمريرة رائعة خلف المدافعين، يأتي تارديلي يترجمها، تارديلي يسجلها، دييغو تارديلي، شوف أليكس مرر وشوف تارديلي سجل، وهدف التعادل يأتي لمصلحة الغرافة، رائع 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 يا تارديلي، وأروع تمريرة أليكس اللي مرت اللي عدت واللي وصلت إلى شباك الخور ومرت من بابا جبريل إلى هدف لمصر. استمرارية بوصول، استمرارية في محاولات الغرافة، الآن عالية رأسية، ممكن، الله الله يا الشمري، الله يا فادي الشمري، يأتي بهدف ثاني، تغييرات تقلب الطاولة تماما على فرقة لاسلو بوروني، فهيد الشمري يسجل الهدف مع الدقيقة رقم 78، فهيد يأتي بالهدف الثاني، الرائع يا فهيد، رائع يا فهيد، مروره ورائع تسديده، وعلى طول وحدة ما ينتظر تلمس الأرض، ليش هي بيسارية لشباك الخور، مرت واثنين الغرافة، واحد الخور، رائع رائع رائع، شوف المحاولة وشوف التسديدة وشوف الكرة إلى مرمى بابا جبريل، بابا جبريل اللي يحاول في الكرة الأولى ولكن رقابة عليه، احتكاكا ما بين سلام شاكر وحارس مرمى، وكذلك جورجي ولد الشمري، ولد الشمري.